ست لاعبين في صندوق الجزاء. و ركلة جزاء، ركلة جزاء. هنا الإعادة ومشكوك يعني كانت. فادي وتوفيق علي، جول جول الهلالي، الهلال بالثلاث نقاط بركلة جزاء. فادي سلبيس بكل امتياز حطها بالشباك بكل ثقة يمنح الهلال. ويعني أيمن خربط بده الجمهور يشاركوا إياه. كرة عندها اللاعب بلال السبع، بلال مراد إسماعيل وأيمن خربط الآن الهلال.